كمان قابلنا المخرج محمد زيوركا واللي قال لنا ان دي اول مره يشارك في المهرجان وكمان اول تجربه اخراج ليه بعرض كوميدي. تعالوا نشوف قال ايه كمان. اولا انا اول مره اشارك في المهرجان ويمكن تكون اول تجربه اخراج بالنسبه لي ومبسوط قوي ان نقابه المهن التمثيليه مداني فرصه ان انا اقدم عرض زي ده. بقدم عرض كوميدي عرض يعني عايز اقول لك فرص كوميدي عباره عن اتنين عرسان بيخشوا الشقه ففجاه بيكتشفوا ان الشقه فيها عفاريت وبيحاولوا يخرجوهم وبتاع بعض المواقف كده وبيضطروا يتصلوا بالشرطه فيتصلوا يجي لهم واحد يكتشف ان هو عفريت يجيبوا شيخ عشان يطلع لهم فيكتشفوا ان الشيخ نفسه عفريت لحد ما بيحصل فيه بقى مفاجاه في الاخر بقى مش هحرقها يعني. فكره الورق بس الكوميدي هو المشكله لكن المسرح شغال والمسرح بالعكس الجمهور بيعرف يتذوق جدا حتى مش شرط مسارح الدوله او مسرح خاصه تلاقي مسرح الهواء لما بيبقى فيه عرض كويس ومعمل له دعايه كويسه الناس بتروح تتفرج بتقدر الفن ده. هي فكره ان انت تقدمي لهم ايه كويس مش مجرد سكتشات ومجرد نكت مش هينفع نتفرج على عرض تاني. احنا دلوقتي بنتفرج على سك على بناتك تاني وتالت ورابع وبنتفرج على مسرح تقديمه تاني عشان بيقدموا مضمون وبيقدموا كوميديا راقيه جدا.